اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي، مطبخ خليجي، مطبخ من كل الدول العربيه. اكله مشهوره جدا اسمها القرصان. القرصان ده عندنا في الصعيد وفي الريف المصري معروف طبعا في الخليج، ولكن عايزين نترجمه. الاكلات كلها واحد ولكن الاسماء مختلفه. القرصان ده يعني لحم بالخضار بيتحط عليه عجين. العجين ده ممكن يكون خبز البر او خبز القرصان او اي خبز احنا ممكن نعمله في المطبخ عندنا. فمقاديره على الشاشه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، اذا كان لحم ضاني او كندوز بس يفضل يكون ضاني. ومعانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا. معانا سلطه الطماطم بالزيتون الاخضر النهارده، دايما الزيتون من الاكلات الصيفيه الحلوه، والصيف مش عايز الطرش اللي فيه ملح كتير، فاستفيدي بالزيتون الملح اللي موجود فيه واعملي طبق مقبلات زي ما عملت البتنجان امبارح، كان طبق لطيف وجميل. فبلاش الطرش في الصيف، طرش ممكن في ايام الشتاء املاح وكده مفيش مشكله. معانا الطماطم النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، ولكن الفراوله بينوبها من الحب جانب عندنا في الفريزر مجمده، واعتقد ان انتوا جمدتوها ونسيتوها. احنا دايما بنشيل مانجا، بنشيل فراوله، بنبقى عايزين في الفواكه وفي الموسم نشيل كل الفواكه في الديب فريزر، وفي الاخر تتزنق جوه في الثلاجه وننساها. طلعي الفراوله اللي عندك واعمليها سموز النهارده على طريقتي، هتعجبك قوي بالصودا، مشروب كده لطيف وجميل بيساعد على الهضم، وفي نفس الوقت كمان الاولاد والاطفال هيحبوه. وتعالوا نعمله كده بافتكاسه وبخبره، نشوف هنعمله ازاي، مع نعناع، مع عسل، مع ليمون، حاجه حلوه يعني. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لاكله عربيه لطيفه وجميله فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تحلمي بيها، اذا كان بروتين، خضروات، خبز، اسمها القرصان بالخضار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا هخليكي تفتحي باب الثلاجه، الديب فريزر، درج التلاجة، لحمة موجودة، تشكيلة من الخضار، العجينة بس اللي هنعملها، وهعلمك تعملها في البيت ازاي، تفاصيلها صغيرة خالص. ممكن تخلطي ما بين الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض وتطلعي بالعجينة. بس خلينا نشوف مقادير القرصان من المطبخ العربي الأصيل اللي عنوانه التوابل العربية. لحم كندوز أو ضاني، اللي معانا ده للأمانة ضاني. كوسة، بتنجان، بصل، طماطم، جزر، بطاطس، ثوم. معانا البهارات العربية الأساسية للمطبخ العربي اللي هو اللومي، الليمون الجاف، القرفة اللي هي الدرسين، الحبهان اللي هو الهيل، الورق اللورا اللي هو ورق الغار، والبهار الأسود اللي هو الحب اللي هو الفلفل الأسود. ده أساسي عشان اللحمة الضاني بتحب الفلفل الأسود والقرفة عشان ريحة الزفارة. المقادير على الشاشة في متناول الجميع، ولكن أعتقد اللي هو مش في متناول الجميع الخبز اللي معانا. فقبل ما اشتغل في أكلة القرصان خلينا نشرح يعني ايه قرصان، لان من ساعه ما كتبت المقادير واحنا عايزين نفسر اللوغاريتمات يعني ايه قرصان. حلو قوي. بالقاف القرصان، الف لام قاف ر صاد الف نون، لغه عربيه فصحى، ولا نخلي بتوع اللغه العربيه الفصحى يتصلوا عم احمد العربي. طيب تعالوا مع بعض. القرصان اهو ده القرصان. في أكلة مشهورة جدا في المطبخ العربي اسمها المرجوج، برضو بالقاف المرجوج، الاتنين واحد. ولكن ايه الفرق بين الاتنين؟ علشان اخواننا في الخليج بيتابعوني دلوقتي بيشوفوني، اللي بوجه لهم تحية كبيرة من أرض مصر ام الدنيا. القرصان اللي هو العيش الخبز الناشف اللي هو معمول من الدقيق الأسمر ورشة ملح ورشة سكر، وبنعجن العجينة خالية من الخميرة. القرصان بتتعجن العجينة وتتعمل كور صغيرة كده، تتقسط وتتفرد وتتعمل خبزة زي الخبز الشراك أو خبز المرجوج عشان نبقوا عارفينه، ويتنشف بالشكل ده عامل زي الرواق عندنا. الرواق بيتعمل بالدقيق الأبيض، القرصان بيتعمل بالدقيق الأسمر. كده سهلت الأمور. أما المرجوج وسموه المرجوج ليه هشرح الموضوع ده. المرجوج نفس العجينة، بتتعمل طازة وتتفرد وتتحط وهي نية في قلب الخضار مع اللحمة. اللي بيتابعوني في الخليج يقدروا يتصلوا بيا ويقولوا لي صح ولا غلط، ونسمع صوتهم كده ونتشرب بيهم. حلو الكلام. المرجوج سموه ليه مرجوج؟ لان احنا بنرج العجينه على البلانشه او على الطاوله وندخلها على اللحم. المرجوج جايه من الرق نفسه اللي احنا بنرقها، تبقى رقيقه جدا عامله زي عجينه اللازانيا، تتحط في قلب الخضار باللحم. اعتقد كده وصلت ان انا اشرح شرح نظري. تعالوا نتكلم عملي بقى شويه. تعالوا الاول نسوي اللحم مع الخضار، البصل والطماطم
والحاجات اللطيفة اللي معانا. طاسة شديدة الحرارة على النار، ناخد بصلتين حلوين كده من خير أرضنا، البصل الأحمر يفضل، بنقطعهم بالشكل ده كده. وميزة الأكلة الحلوة ديت إن الخضار بيبقى باين بشخصيته، في الجرسان أو المرجوج الاتنين زي بعض يعني، بيبقى الأكل الخضار باين، الكوسة باينة إن هي كوسة وشكلها لطيف، والطماطم والحاجات دي كلها. هنحط معلقتين زيت حلوين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقتين الزيت دول معاهم معلقة سمنة لطيفة. الأكلة دي بتبقى دسمة شوية. حلو، قرصان، سليق، مرجوج، هريس. حلو، ادي السمنه البلدي، بنحط البصلية الحلوه تتأمر كده وتاخد لون، اللهم صل على النبي. حلو، ونحط معاها قرنين فلفل حلوين بالشكل ده كده. الأكلة دي ميزتها بيبقى الخضار بشخصيته. معانا بقى نقطع الكوسة بالأحجام الكبيرة دي كده. بعض المطابخ العربية بتحط الكوسة سليمة لما بتكون في كمية، وتحط البتنجان سليم. قصة عمل الكسكسي بالخضار راح فين؟ حلو، بالشكل ده كده. بتنجان أبيض أسود زي ما انت عايزها. وادي الكوسه، نحمر البصلايه كويس وهي بتتحمر كده تدينا لون. الله، شفت ازاي الشقاوه؟ تحمرت البصله، بننزل بالبهارات العربيه اللي هي القرفه الخشب تسمى الدرسين. كل ما تيجي سيرة التوابل العربية اللي هي عنوان المطبخ العربي بقول مسمياتها بكل لغات العالم. الدرسين اللي هي القرفة، وده اللومي، قصدي الحبهان اللي هو الهيل، ورق اللورة وانا حطيته، وده الليمون الجاف، كل دول في قلبها كده زي الفل. نفس التوابل اللي بستخدمها للكبسة. وقلب البصلية دي كده، هي الشطارة هنا بقى، شفت ازاي الطعم. ننزل هنا يا عم الشيف باللحم الضاني. طب لازم ضاني؟ القرصان، السليق، المرجوج بيتعمل باللحم الضاني. وممكن في عظم، ممكن ما فيهوش عظم، زي ما انت عايزه يعني. قصه وجود العظم دي اختياري برضه يعني. ولكن في الخليج بيعملوه بالعظم، وتبقى العظميه كده باينه مع القرصان او السليق، بتبقى لطيفه وحلوه، بتبقى هوبر يعني، كمان الحتت بتبقى اكبر من كده. هنسلق اللحم ده كده مع الخضار. والله هو التغيير حلو يعني، نفس المقادير ممكن نعمل صينيه خضار باللحمه او صينيه اللحمه بالخضار، هي هياها، ولكن التغيير في الشكل، في طريقه الاعداد، في طريقه التنفيذ مهم جدا. اللحم مع التوابل، مع القرن الفلفل، مع البصل اللي هو سيد الموقف. واقلبه كده. اللمعه، سؤال لطيف والله يا مخرج، بيقول لي اللمعه بتاعت اللحمه دي جت منين؟ ما هي دي بقى الافتكاسه يعني، معلقه السمنه البلدي اللي انا حطيتها. اقلب كده زي الفل. انزل بالبهارات الناعمه، نفس البهارات اعتقد يعني، ممكن شويه قرفه حلوين مع شويه البابريكا، شويه كمون، بابريكا، حب اسمر اللي هو الفلفل الاسود، شويه كركم، الملح بتاعنا، كل ده على اللحم اتبهر كده زي الفل. زعتر، قصدي كزبره ناشفه، الزعتر هنا ملوش مكان بينا. دي بقى معانا يا عم الشيف، هو ده الكلام الحلو قوي، دي كوبيبه صيني. كوبيبه صيني اللي بنستخدمها في تتبيله اللحم اللي هو البهار الحلو. دي بتنطى الاكله بتاعتي. كوبيبه صيني. ما تكتريش منها لان الكتر منها بيمرر. تعالوا معانا اللحم على النار، هننزل الخضار، الكوسه والبتنجان، اللهم صل على النبي. شكلها حلو مع التوابل. اشتغل شيف زي كده وتسمع كلام حلو. ما بص، طريق الوصول لقلب الرجل
الشيف اللي بيشتغل الاكل طبيعي، لو بقى ايه بقى الجماهير والمعجبين بيبقى اللي عايز ياكل اكله حلوه، اكله حلوه جت على المزاج عملها، فطبيعي الواحد بيبقى ايه في شغف كده وفي حب للناس اللي بتعمل الحاجات الحلوه، زي الفنانين اللي بيعملوا مزيكا حلوه وموسيقى حلوه وبيغنوا حلو، بتلاقوا دايما قريب للقلوب وحبيب الجماهير. اهو اهو شايف الخضار، شايف الجمال. طبعا الطماطم هتنزل هنا تزيد من الاكله دي ايه رونقا جميلا. يعني طماطم لازم، ما تحطيش معجون طماطم، لازم طماطم طازة. الجزر بتاعنا بيتقطع اهوت. طبعا للأمانة قبل ما اطلع الهواء حطيت الجزر ده في شوية مية سلقتهم. معانا اتصال تاني، مين من الحبايب؟ دي بطاطس هيات بنقطعها. والبطاطس اختياري على فكرة، مش البعض والكل يحب البطاطس في أكلة الجرسان أو المرجوك. هتقولي لي ليه؟ لأن لما بتستوي بيبقى شكلها يعني إيه نشويات وكل حاجة، فده اختياري، بس أنا شخصياً بحب البطاطس اللي بتبقى في الزحمة مع الخضار واللحم، بحبها وبيبقى طعمها مميز. شفتوا ميزة الأكلة دي؟ كل الحلة مليانة خضار. الطماطم نصين برضو بتتحط كده ونسيبها تغلي بقى. وكل اللي فيها ده يا عم الشيف مع التوابل، والله بصي هتسيبي اللحمة للضيوف وتاكل أنت البطاطس اللي طعمها حلو اللي أنا بحبها. شفت إزاي؟ طبعا المخرج بتاعنا الجميل الحلو بيحب الحاجات قوي، فرحان بالصوره الحلوه دي كده. دي فيها كلها من خير ارضنا، كل انواع الخضار. ممكن تحطي قرع عسلي على فكره يبقى لطيف وجميل، القرع العسلي يبقى جميل هنا. ممكن تحطي قلقاس مش هيقول لا. خلونا نطلع فاصل صغير لان وقت الحله دي عايز وقت كبير على النار للامانه، عشان الخضار ده يستوي ثلاث ارباع سوا، وبعدين ننزل بعجينه القرصان او المرجوج. طب انت هتعمل ايهما؟ هنعمل القرصان. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بنصحك يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا عمتي، يا كل اللي بتتابعوني في أنحاء العالم، في أيام الصيف لا تكوس، زي ما في الشتاء كده بنحب نعمل الأكلات العصيدة والأكلات اللي بتدينا طاقة ودفء وحرارة، كمان الصيف مش عايزين الأكلات دي، عكسها. ما تشتريش الطرش من بره، معاك شيف شاطر بتتابعيه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أعتقد إن الأسبوع ده عملت 3-4 أنواع مقبلات. البتنجان كان معانا من امبارح، وعملنا قبل كده الفلفل. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الطماطم المخلله او الطماطم بالزيتون الاخضر. طبق مقبلات يقعد عندك في الثلاجه اسبوع تاكل منه، كل ما يقعد في الثلاجه كل ما يحلو، عامل زي الجبنه القديمه كده. حلو، معانا طماطم ومعانا زيتون ومعانا ثوم وكزبره خضراء وعصير ليمون وزيت زيتون ومعلقه عسل. يا عسل، حلو الكلام، مقادير لطيفه وبسيطه. معلقه العسل هنا لزوم هي ايه؟ بتعتبر ماده حافظه جميله مع الخل، بتدي فتره لتخليل الطماطم في الثلاجه وما تبص بيحفظها. حلو الكلام، وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. المقادير على الشاشه. طبق المقبلات من بين اصابع ايدك الخمسه، والمقادير لا تتعدى اصابع يدك الخمسه. طبق مقبلات طماطم زيتون اخضر مخلي من النوى، ينفع الاسود؟ لا الاخضر، تحت الاخضر دي خط. ليه يا عم الشيف؟ الاسود مش هيبقى لطيف قوي مع الطماطم المخلله، هيبقى ضعيف الشخصيه ولونه اسمر مش حلو. ثوم وكزبره خضراء وكمان معلقه عسل والملح وزيت الزيتون وعصير ليمون. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. بنجيب سكينه حاميه ونقطع الطماطم دي مع بعض كده بدون ما طبعا تنزل السوائل بتاعتها. ويفضل طبعا اختيار الطماطم الجامده اللي هي تكون ناشفه شويه، ما تجيبيش الطماطم الطريه. نعم يا مخرجنا، نعم يا جميل، لسه بدري بس ممكن تبص عليها كده عشان انت صاحبي. لسه على النار، ادعي بقى تغلي. شوف الحلاوه، كل خيرات ارضنا الطيبه فيها. كوسه، جزر، حاضر يا فندم، كوسه وجزر، طماطم، فلفل، بتنجان، بطاطس. احلم. نحط قرع عسلي ماشي. مع اللحم الضاني الجميل الحلو. كمية الضاني قد ايه حسب عدد الأسرة؟ يعني من نص كيلو وانت طالعة. تجيبي فخدة ضاني، تجيبي كتف ضاني، أهلا وسهلا. أنت كريمة وبنستاهل كرمك يا أمي.
تعالوا نعمل السلطة الحلوة مع بعض. طماطم قطع كده حلو اهو، طماطم جامدة، ما تجيبش الطماطم المستوية عشان يبقى عمرها طويل في التلاجة، ده مهم جدا على فكرة اهو. حلو كده واحنا شغالين اهو، طماطم اهو بالشكل ده كده. انا بفضل تعملي طبق المقبلات في البيت. يا نعم بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا بعمل الخلطه بتاعت الزيتون الاخضر، جبت الكبه بتجيبها من مصروف البيت، وقلت لك ودايما هقول، وكل ما تيجي الفرصه هقول من مصروف البيت، توفري تجيبي كبه صغيره تفرمي فيها التوم والبصل، تجيبي سكينه حلوه زي اللي معايا دي سطور بتساعدك في تقطيع الخضر، تقطيع الخضار السطور ها بلاش تمسكوا في ايدي، تجيبي توم، تجيبي سوري قطعي التوم حلوه، مفرمه التوم بايدك كده، عصاره ليمون، سكينه صغيره تقطعي بيها المانجا، الاكسسوارات الصغيره دي بتساعدك في المطبخ تبدعي وتبهري جوزك واولادك. هنحط زيت الزيتون اهو، ده زيت زيتون اكسري منه مفيش اي مشكله اهو، حلو زي الفل. ده على زيت الزيتون مع زيت زيتون مع زيتون اخضر، معلقه خل اسمها طماطم مخلله، حلو قوي. الكزبره الخضراء مش هفرمها في الكبه، هسقطها كده زي ما هي اهو، هاخد بس شويه صغيرين هنا. حلو الكلام لغايه دلوقتي تمام. واخد نعناع اخضر عشان ريحه التوم اللي انا هحطه. والله الطماطم دي لما تعمليها وتخليها في التلاجه بالليل، عايزين نتعشى شويه بطاطس مقليين كده، شويه طماطم الحلوين دولت مع حته بطيخه مع حتتين بتنجان مقليين، وتعشت اهو، ما كلفتناش 20 جنيه الاكله دي، وعشا زي الفل مش هتلاقيه في اي مكان. اعملي اللي بقولك ده بس كده بدون ما تخش في تفاصيل. قلت لي الشيف المغازي ايه بجامل، اه والله العظيم طماطم مخلله مع حته بطيخه مع شويه بتنجان مقليين، احلى عشا، عشا الاغنيه زي ما بيقولوا كده. حطيت عصير ليمون، احط توم طازه اهو، طبعا انا حاطط ايه خل وزيت زيتون، معلقه عسل صغيره كده. الله طماطم بالعسل يا شيف، ده انت رايق قوي، ايه الروان اللي انت فيه ده؟ احنا حطينا ايه هنا؟ ركز معانا مخرجنا ولا تاهت مني الحكايه. شوف انا حطيت توم، فلفل حار، زيت زيتون، معلقه عسل، معلقه خل، كل دول مع بعضيهم في قلب الكبه اهو، وهعمل خلطه الطماطم المخلله اللي تقعد في الثلاجه يومين ثلاثه تاكلها زي المانجا الفص اهو، وفي قلب الكبه وبنخلطه. بس خلاص الله يرحمك يا عم شعبان. حلو كان يقول لك دايما بس خلاص. هناخد الخلطه دي ننزل بقى على الطماطم اهو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو ونقلبها حكايه، اللي ملوش نفس للاكل هياكل بألف انا وشيفها، ونقلبها كده. الله حطها في الثلاجه، دي ما ينفعش تاكلي منها دلوقتي خالص للامانه، يعني دي عايز تاكلي منها سواها كده وغطيها، غطيها عشان المانجا اللي في التلاجة ما تبص، عشان البطيخ والشمام اللي في التلاجة ما يكرفش من التوم. بعد ما تغطيها لمدة ساعتين طلعي منها وسمي بسم الله. نطلع فاصل خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لطماطم مخللة تاكل صوابعك وراها معانا أكلة الجرسان. تبص عليها قبل الفاصل، إيه رأيك؟ تطلع عليها أحسن، تطلع على الصورة الحلوة دي كده، بص بص على الحلاوة، بص على الجمال، هو ده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للقرصان من المطبخ العربي الأصيل اللي بوجه له تحية كبيرة، يتميز بتركيبة التوابل العربية بتاعته واختياره ونقائه للماتيريال بتاعه. يعني ايه يا شيف؟ يعني دايما تلاقي البهارات اللومي شكله لطيف، القرفة، الحبان لونه اخضر وحلو، الحاجات دي مطلوبة. اهو شايفين اهو ده، وده بيبان في طعم اللحمة او في سلق اللحمة، وخاصة الضاني استوت كده تقريبا ثلاث ارباع سوا. وتعرفيها ازاي؟ الكوسه هي تبص عليها والطماطم، شفت ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تاكلي الطماطميه تلاقي فيها ريحه الضاني، شفت دي جميله جدا. شفت الطماطم؟ شفت حتى الجلده بتاعت الطماطم؟ طماطم نشيل الجلده دي بره، القشره بتاعتها مش عايزها. ممكن اخدهم كلهم يعني. فكره حلوه والله. لوحدها بتطلع، هي القشرة سايبة من الطماطماية. بص على الحلاوة اهي. حلو؟ طبعا وجود الملح هنا، عشان كده لما نحب نقشر طماطم نعمل طماطم كركسيه او نعمل صلصة طماطم لبيتزا، بنعمل ايه؟ بنسلق بنغلي مية ونحط عليها شوية ملح ونقطع الطماطماية من فوق كده تشريحة ونسلقها او نحطها في المية لمدة دقائق، 5 دقايق تقريبا، تطلع الطماطماية تنفخي فيها تلاقي القشرة هي على طول طارت. شايفين اللحم مستوي؟ شوف بقى التركايه بقى، شوف المطبخ العربي لما يتعمل على اصوله. الطعم في فص الثوم الني اللي هيتحط هنا دلوقتي، اهو ده ما اتحمرش، بس وجود البهارات العربيه مع الثوم الني، اهو اللعب خلصت. شفت بقى؟ اهو دي الشماخه بقى، دي الثقه. الثوم الني في قلب الشوربه وتقرب المرق كده حكايه. حلو تمام، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الخبز القرصان. ده عيش القرصان اللي هو الخبز الشماسي من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحية كبيرة والريف المصري. ده بتلاقيه موجود يعني لو احنا رايحين على الصعيد، يعني هو بيسموه الخبز معانا البتاوي، بيسموه البتاوي في الصعيد. طبعا ده معروف، ده الخبز البتاوي، سامعين الصوت ده كده؟ ده يتحط في قلبها كده. خبز البتاوي ده جميل. شايفين كده؟ بيتكسر كده في قلبيها. طيب ده مش موجود عندك، تعملي ايه؟ هو ده الكلام بقى. هنجيب دي اسمر ودي ابيض، نخلطهم مع بعض مع شويه ملح، ماء دافي، ونعجن عجينه. بس الاكله دي تبقى اسمها من المرجوج، او تقدري تسوي العجين ده وتبقى باكله اسمها اكله اسمها القرصان. عشان بس هنا بشرح الفرق بينهم. مفيش لا ده ولا ده، تجيب الرواق بتاعنا المصري وتستخدميه عادي. وتحطيه مع المرق ده، المرق اللي هو اللحم مع الخضار بالشكل ده كده. طبعا احنا بنحط الخبز ده كده، بعد ما نغطيها ونسيبها شويه هنلاقي الخبز ده طري في قلب الايه؟ اللحم. ناخد الشويه دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب تحت ده فوق، نزر الخضار كده. الله، لما تغرفي بقى تاكلي الخبزه دي كده غرقانه شوربه اللحمه وغرقانه شوربه الخضار. ننزل بطبقه تانية. اهو ده، عشان كده لازم في مرق او في شوربه. سامحوني معلش، انا بتكلم بكل اللغات يعني، بما ان انا كنت قاعد في الخليج فتره طويله من عمري فاللهجه موجوده معايا. المرق بتاع اللحم. ننزل بقى كده. شفتي؟ خبز البتاوي ده جميل، معروف بيه طبعا الصعيد المصري. والستات في الصعيد شاطرين جدا في عمايله، احسن مننا مليون مره. تحيه كبيره لاهالي الصعيد، الناس الطيبه اللي انا بحبها. شفتي؟ انا بحب اللقمه المحمره دي. تاني عرفنا القرصان. هو ده. الله، واغطيها 10 دقايق 5 دقايق. شفت الكلام ده كده؟ تاكلي بقى البطاطس لها طعم مع الخبزه دي، مش محتاجه رز على فكره. اوعي بقى تعملي رز ولا خالص، دي مش محتاجه رز خالص. اكله جميله، والنبي تعمليها لاولادك النهارده لو بتحبيني بجد والله. طلع لي حته اللحمه اللي في الثلاجه من العيد عاد عندك، انا عارف في الباب بتاع الثلاجه اللي فوق على اليمين،
تتحكي؟ طب اسمعي كلامي كده وقومي شوفي التلاجة، طلعي نص كيلو لحمة اسلويه مع شوية خضار من قلب التلاجة، ما تنسيش البهارات العربية الجميلة اللي هي الشماخة بتاعة الأكلة أو شخصية الأكلة، والعيش ده موجود في أي سوبر ماركت هتلاقيه كده جنب المخبوزات، وهتعملي الأكلة دي لولادك طعم تاني وطعم جديد وحاجة مختلفة، وهي نفس المكونات ونفس المقادير. خلونا نغطيها كده وتعالوا نغرف الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نعناع، بحطه هنا كده، معايا الطماطم الحلوة دي كده. الله، ايه الجمال ده. لازم تقعد في التلاجة مش اقل من ساعتين لما نفكر ناكلها. يا نعم. تاكلي صواب عينيا. خلاص وانا خلصت والله. حلو. ايه الحلاوه، ايه الجمال ده. ممكن تحطها ببرطمان على فكره وتقفلي البرطمان ده وتخليه في الثلاجه، وبشوكه كده تطلعي 3-4 قطع مع الاكل بتاعك. تقعد في الثلاجه قد ايه؟ عينيا. تقعد اسبوع تاكل منها. ننزل بالصوص ده كده عليها. طبعا لو انا في البيت مش هعملها كده، مش هغرفها بالشكل ده خالص، ولا انت تغرفها كده، احنا بنغرفها بس عشان تبان على الشاشه قدام حضراتكم. انا صادق معاكم يعني. دي تطلعيها حطها ببرطمان وتقفلي عليها وتطلعي 3-4 قطع كده للغدا بس، وتخلي الباقي ما تطلعش كلها مره واحده. مكانها فين؟ زي ما تحبي يا غالي. بسم الله، هنا ده مكانها. دلعها بقى. تعال نعمل السموزي بتاعنا الجميل. تعلمنا لما نيجي نعمل السموزي بنغير الجلافزات، نغير البنانشه، نغير السكينه، كل الادوات الشغل بتاعتنا. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل سموزي الفراوله بالصودا. حلو. معانا صودا، معانا تلج مجروش. بتحط كيسين تلج ميه في الثلاجه، طلعيهم تكسروهم بالايد بتاعه اللحمه او بمدقه اللحمه اللي عندك، سواء خشب سواء الومنيوم، بتكسريهم بيبقى عندك تلج مجروش زي ده كده. ومعانا فراوله، فين الفراوله اهي. ومعانا نعناع، ومعانا عسل. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض كده. مشروب لطيف الاولاد بيحبوه. دي الكوبايات. الله. وناخد التلج، ممكن ننزله كده بمعلقه الايس كريم. الجو حر محتاج الحاجات ديت. حلو قوي. انا بحب التلج قوي مع الايه الصودا. معانا فراوله. فراوله ممكن نحطها سليمه لو طالعه من الفريزر، او نكسرها بالسكينه، اختياري يعني، بس انا هحطها سليمه لان هي مهريه من التخزين. هينزل الصوص بتاعها كده تحت، شايفين الجو ده كده. نعناع الاخضر الحلو اللي معانا ده كده على البلانشه. شوفوا بلانشه صغيره كده جايبها لتقطيع الفواكه او نعناع، الحاجات الحلوه دي زي ما قلت لحضرتك تبقى موجوده عندك. نعناع الاخضر ده بنكسره بالسكينه كده عشان ناخد الزيوت الطياره اللي موجوده في النعناع، تختلط بسوائل الفراوله، تختلط بالتلج، ثم الصودا. طبعا دارين الموقف. مشروب صيفي لطيف وحلو. لسه ما خلصتش يا فندم، اصبر على رزقك. ده نص ليمونه كده حلو. الله عليك يا عم الشيف. يلا ننزل نفتح الصودا. بص بقى اللحظات الجميله، وادعي لقلبك يسلم قلبك. الله الله، شفت الفوران ده؟ شفت الفوران ده؟ هو ده هو ده. سامحني يا ربنا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الصودا تنزل تديك الطعم كله. ده فوران الليمون مع النعناع
مع الفراولة مع التلج مزيكا. آه. مشروب حلو صيفي جميل حلو، هتلاقي طعم النعناع طعم الليمون فليفر الفراولة زي ما انت عايز. ألف أنا وشيف بالشاليمو وقلب الصغير لا يتحمل. هنشيل كل حاجة من هنا وتعال نغرف الجرسان بتاعنا الجميل الحلو. ده جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم والله في البيت بقى ممكن الروقان، يعني ممكن احنا نعمله احسن من الشيف، يعني ممكن نعمل كده. انت مش عايز النعناع على الوش؟ عايز كده انت؟ انا عارف. هيجي التلج فوق. انا هعمل لك حاجه حلوه على فكره، انا عارف انك انت بتحبني ايه اجود عسل. شفت العسل ده كده؟ يا ويلي ايه ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معلقه عسل لقيتها في طريقي. مشروب ما كلفش ثلاثه تعريفه والله. شويه فراوله لقيتهم في الثلاجه متخبيين، خدتهم وشويه تلج حطيتهم في الثلاجه ميه سقعتها تلجت كسرتها بمدقه اللحمه. انا بس بترجم لك اللوغاريتمات اللي انت شايفاها دي. ورقتين نعناع اخضر من حزمه نعناع اخضر من الراجل اللي في الاشاره. حلو، مش هشيلها والله مكانها كده لغايه ما اخلص، واحد تيجي جنبها، واحد ليا واحد ليك. وفي الاخر حطيناهم في كاسه بالشكل الحلو ده كده وقدمناها لحضراتكم. حلو. طب اغرف الجرسان ولا اختم؟ اختار حاجه من الاثنين يا ست الكل. يعني الجرسان. الجرسان عايزك تدلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شفت الجرسان؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. الله. ما اقولكش. ما اقولكش. نعم. انا اغرف مكانه هنا كده. ده ما ينفعش اغرفه مره واحده، لازم وانا بغرفه كده واخد بالك انت مزيكا، شوف الخضار والتفاصيل بتاعته، بص على الحلاوه. المعلقه بيطلع معاها جزر، كوسه، تنجان، بطاطس، البتاوي الجميل عنوان الريف المصري والصعيد المصري، اللوم البهارات العربيه، القرفه الدارسين، اللحم الضاني الجميل، ممكن تحط تعمليه بالريش ضاني، موزه ضاني زي ما انت عايزها. فين اللحمة؟ تاهت اللحمة. أنا شخصيا مش هدور على اللحمة، هدور على حتة البطاطس الحلوة دي والجزر الحلو ده. ألف أنا وشفا للي ياكل. شوية الشوربة دول عينيا حطهم كده على الوش. أكلة فيها تفاصيل كتيرة لو قعدنا نتكلم عنها للصبح مش هيكفينا. لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، نفس المكونات اللي تعملي بيها صينيه خضار باللحمه، ولكن خدناكم ورحنا على المطبخ العربي الاصيل. تحيه كبيره لكل الدول العربيه اللي بتتابعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اللوم يبان على الوش والقرفه الحلوه عنوان المطبخ العربي زي ما بنشوف اللومي كده على الكبسه. مكانها فين دي؟ انت قول لي مكانها فين؟ احطها فين؟ هنا؟ زي ما انت عايز. حلو كده ولا غيرها؟ قول لي. زي الفل. يلا تفاصيل صغيره دايما بقول على شاشه القناه الاولى ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.